قبل جاب ريفريز بعد توقف البطولة دام 6 أسابيع. كنا نأمل ونبدأوها بقوة المرحلة هذه، نبدأوها بانتصار على أرضية ميدانا. الجماهير اللي جات كنا حاطين في خطنا اللي كونا مش نفرحوهم، نقوموا بالمجهودات اللازمة باش نوصلوا لثلاثة نقاط. مالوريزمون ما توفقناش في النقطة هذه. المردود نتاعنا على مستوى التصرف الهجومي كان متوسط، ما كانش كافي باش يخلق الفرص ولا باش نعمل فيه الفارق. المنافس نجح كيفاش باش يوقف الهجمات هذه بان بلوك با وفي بعض الاحيان بلوك ميديان، وكان زاد كيف خطير في المرتدات. عموما ونيفو دو ليفيكاسيتي قدام ونيفو نتاع خلقان الفرص ما كناش ناجحين اليوم، واحقق الحق وما اوميريت با لا فيكتوار بارابور المردود اللي قدمناه. ما كتشوفش ان الرجاء في حاجه ماسه الى مهاجم صريح، مهاجم قناص في ظل مستوى متدني لماكسيم ماي؟ انا قلت تكلمت حتى واحنا ننتصروا، قلت نيفو دو ليفيكاسيتي ناقصه. يجي الميركاتو نتاع ديسمبر وجانفي، ديما الميركاتو هذاك هو ميركاتو كاليتاتيف، ميركاتو سيبلي نتاع دي بوست اللي هما ناقصين. احنا اليوم على مستوى ليفيكاسيتي قدام يلزمنا نتحسنوا، والميركاتو هذا مجعول باش نعالجوا النقائص خاصه في المراكز القدام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.